يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السؤال تكرر، يقول: قد كثر السؤال تكثرا خاصة في بيوت الله، وقد جمع الأكثرون من هؤلاء السائلين بين مخالفتين هي الكذب ومخالفة القرارات الصادرة من عدم السماح لهؤلاء بسؤال الناس في المساجد. السؤال: كيف التعامل الشرعي معهم حين قيامهم وسؤالهم؟ هل يزجرون إن لم يكفوا عن الأمر بهذا؟ وهل يؤخذ ما جمعوه من أموال فيقوم الإمام ويتصدق بها على محتاجين حقيقيين؟ هذا له جهة مختصة، مكافحة التسول، هذا له جهة مختصة حكومية وهي مكافحة التسول، وأما أنت ما تقدر تمنعهم ولا تدري عن أحوالهم. نعم.